نتكلم بكرة إن شاء الله فيه مناسبة مقيمها لكم نتعرف على بعض فيها، بتكون إن شاء الله تقريبا على الساعة 10-10:30 مناسبة نتعرف فيها أكثر. صح أن المفروض جدولي ما أكون معكم ذاك الوقت، لكن أبجيكم بحكم أنكم ما قصرتوا. بيكون فيه بعد تعريف عن موضوع مهم حنا ننتظره والشركة تنتظره وعملاء الشركة والمتابعين لها ينتظرون إن شاء الله. سمع عبد الله، عندي سؤال مدير الشركة. سمع. هل المطرودين من الشركة والمستبعدين هل بإمكانك بيدك ترجعهم؟ أنا أجيب حتى اللي ما قد اشتغلوا في الشركة، أقدر أجيبهم لي. سلام. وأقدر أستبعد شركات غيرنا، أمشيهم من مشي شركات غيرنا. سوق العمل كامل. سمع. نعم التوقيع اللي قبل شوي. التوقيع هو استمراريتك مع سكريبت وتسلمني زمام الأمور كلها اللي في يدك. يعني اللي كان لي معدوب لي الآن بعد التوقيع؟ لك بس أنا عندي أمر. أنا واف. ما عاد أقدر أقرأ العقد اللي أولا. هذا ظلم يا شيخ. قريت بسرعة أنا ما مداني. ما عاد أقدر. ما راح نظلم أحد في شركاتنا. لكن ملامح الصورة ما راح تبين لكم اليوم. أنا يمكن أول رئيس تنفيذي لشركة ما أبين ملامح الصورة من أول دخولية. ملامح الصورة بتبين لكم آخر الأسبوع إن شاء الله. وكل يوم عن يوم بنرسم ملامح جديدة إلى أن تكتمل الصورة. يعني كل يوم أشوق من الثاني، كل الثاني يكون أشوق للثالث. نعم، وعلى حسب تعاملكم. ها سعد. اللي ما يبي يوقع نطلع مع باب الشركة اليوم. يستبعد ولا يجلس ولا دقيقة، يستبعد. نعم. سمى سعود. وبالنسبة تراكم محظوظين. أنتوا انتقلتوا نقلة نوعية جبارة. والشيخ وبإدارته لشركة سكريبت ما أعتقد أن الحظ راح يحلفكم أكثر من هذه اللحظة. أنتم محظوظين جميعا. تفضل يا مسعود. مستبعد ما تردوا علي. سمى مسعود. وش عندكم فعاليات يا شيخ؟ يعني مثلا تشوقون في فعاليات؟ في فعاليات منها وفي أعمال. أول شيء بيكون بكرة إن شاء الله في فعالية عن البل. عن البل بتكون بكرة إن شاء الله. بتجيب ناقة؟ تجيب أكثر من ناقة إن شاء الله. بتشوفونها وقتها كيف بتكون. بيكون في فعاليات ثانية ترفيهية، بيكون في فعاليات تعليمية، لكن خلوا يدينكم في يدي. على خاشفين بس عندي سؤال. هلا إيش أبغى كلمة توجهها للمنافسين لشركة سكريبت القادمة؟ بوجهها بس انتظر الشاشة تشتغل. مخرج الشركة يا شيخ. مخرج الشركة لو ما يتمم الموضوع هذا كامل لي تفاهم معه. طلع لك ورقة. طيب أنا ودي نستعرض بس القرارات حتى لو الشاشة ما اشتغلت. ودي أنها تطلع في شاشة شغالة هناك وبنتكلم فيها. إذا جاهز القرارات استعرضوها لي. أنا أعرف إن في أمور مخططة ومدبرة لتطفية الشاشات من الشركة الثانية. الشركة المنافسة. الشركة الثانية. لكن صدقوني لأقول لكم قرارات تعجبكم إن شاء الله. بإذن الله. أو إن الكهرباء. شغلوا لي الشاشة اللي موجودة يسار. شيخ سؤال يا شيخ. سم. الفعاليات اللي بتجيها اللي بتجيبها فيها خلفات؟ ما يخصك يا مسعود. طيب هذه الشاشة اشتغلت وموجودة الحين. في غبو. اليوم بس لحظة تعارف بسيطة وأنتم موعودين مع أيام حلوة. استعرض لي القرارات الأولى اللي تخص الموظفين في الشركة. لو تخلي أحد معاونينك يقرأ لنا. أقرأ القرارات. أعطوني صدى المشعل. قرارات المدير الصارمة التي لا تقبل النقاش أبدا. 1. الدوام في شركة سكريبت من الساعة 4 عصرا حتى 6 صباحا. 2. حضور جميع الفقرات والفعاليات التي تقام في شركة سكريبت حتى ولو كنت طريحة فراش. 3. حضور فعاليات المدير والتعزيز لها ونشرها عبر فرق الدعم في مواقع التواصل والرضا بها غصب إن كان أو طيب. أنت 4. أسلم. 4. عدم مقاطعة الشيخ طوال الأسبوع حتى لو كانت سالفته للبيع. 5. الالتزام بتنظيف الشركة بشكل يومي قبل انتهاء البث. سوف يكون هناك جولات تفتيشية كل صباح. 6. أكثر الموظفين
التزاما سوف يفوز بجائزة أفضل موظف سكريبتي، وأما أسوأ موظف سوف يعاقب على أيدي المعاونين. طيب هذه كانت القرارات المبدئية اللي سمعتوها. أضف إلى ذلك نتكلم على توزيع اللوكيشنات في الشركة، وهذه خطوة سابقتنا وراح نعززها بشكل مباشر وبطريقة واضحة. أضف إلى هذا مسؤول المسجد أو شؤون المسجد مشعل العنزي، أضف إلى هذا مسؤول الترفيه خالد الدوسري، أضف إلى هذا مسؤول المحكمة اليومية سياف الحارثي.